في ديال تكافؤ الفرص. ها نقطة قلب الثاني عندك غلط في العنوان. العنوان جمعية النساء القروية خصها تمشي تستافد من الجماعات القروية، بما انه الحكم ديال الأنشطة ديالنا كلها تقريبا 90% في وسط المدينة، في الأخير كيكتشفوا بأن الملف ديالنا تشرب في الأول، في الثاني ولينا حطينا تحت الطبلة كما كيقولوا، ولينا دفعنا واحد آخر داز. فاش جات من حق اللي كيترفض بتاتا، واش حنا ما كنتميوش لشي حزب سياسي؟ واش حنا حاشا وجوه الحاضرين؟ واش حنا الجمعيه ديالنا ما كتحتويش على بيوت الدعاره؟ وهذه كنقولها وكناكد عليها، لان بزاف ديال الناس تمنعوا في هذه المنحه، تعطات لهم الفلوس لان كيمارسوا هذه المهنه هذه للاسف الشديد. وشكرا. هذا كان عندي. وي ولا راه كيكون جوج ولا ثلاثه اللي هما صح يحاوروا مبدئيا في العمل اللي قمتي به. انا بغيت نقول لهاد الناس، واش اليتيم ماشي من الطبقه الهشه؟ واش اليتيم ماشي من حقه؟ انا ما عنديش مقر، كنت كنتمنى هما اللي حتوني انني نحط الملف، حطيت الملف باش يضحكوا عليا. عندي مقدمه لهم 561 يتيم. ايوا من بعد كاينه جمعيات اللي ما انتم كتذكروا غير جمعيات اللي فيها يعني مقبوره ومخبوره، والجمعيات اللي عاد تحطت لها الملفات ما كتهضروش عليها. راه كاينه ملفات، انا النهار اللي كان اخر يوم تلاقيت هنا كنت دايزه وتلاقيت جمعيات كتجمع الملف كتجري على الملف. ايوا من بعد علاش تعطات لها الدعم؟ واش على مهرجان او لا ماشي تا مهرجان، على عمل واحد تعطات 3 المليون، على 10 الانشطه زائد مهرجان تعطى زيرو درهم؟ علاش؟ وديك الاسئله البايخه اللي كيطبقوها علينا، ما كيفاش؟ واش حنا هبال ولا شنو؟ واش انا كنت نصحابي يطرحوا عليا ديك الاسئله الناقصه المنقوصه، والله ما نجلس حداهم. شي كيقول لي ما عندكش الحق تدخل المدارس تسجل الايتام، مع العلم انني دخلت وطرقت الباب ديال المندوب وزاره التربيه الوطنيه وشرفني وعطاني القرار انني ندخل المدارس، ودخلت المدارس تعاونوا معايا المديرين. ويجي واحد يقول لي ما عندكش الحق تدخل من المدرسه، المدارس تجمع الايتام، علاش شمن قانون ديالو هذا؟ واش هكا كتناقش الامور؟ بعدا صيبتهم فيهم النعاس صراحه. انا جيت في واحد الوقت اللي كان السبعه د العشيه صيبتهم كاملين فيهم النعاس، وكنقولها وكناكدها. شنو باغيين؟ علاش ما تحرمنا؟ ما غنقولش انا كلشي كيخدم، واللي جا هنا راه قلبو حرقه، راه هو خصو يتمنع. يا اما يعملوها لنا صراحه ويحطوا قدام الراي العام كامل، نمن هاد المنح كتعطى وتعطات ما تعطاتنيش، وانا مامنه ان اللي داها احق اهلا وسهلا. اما تبقى تدوزها كامل تحت من فوق الطايره وعبر الفضائيات، فكنقول لهم لا. وما عندنا نزيدش نقول انا شنو عملت، ما نقول لهم بعيد على الاشناب ديالهم، تنقول لهم انا شنو عملت. اللي عملته الله سبحانه وتعالى يتولى الاجر ديالو، لكن غير يعملوا لنا كاملين بنا يقولوا لنا كيفاش عندهم المعيار، من اللي يحطوا هذا يقولوا لنا المعيار ديالو باش نكونوا حنا مطمئنين. واقول قولي هذا. هي جمعيه ديال حسيسن، كانت الحمد لله كاين وسائل ديال الصحافه باش نكون صريح في هذا الامر. هذه الجمعيه ديال التوحد، هذا العبد الضعيف اللي اسا عملنا لها الجبل العام، بعد الجبل العام بجوج ديال الاسابيع تقبر الجبل العام، وجات جمعيه اخرى ما عرفناش منين خرجت، وهي كانت توجيهات من الادناء ديال حسيسن والرباعه ديالو. هادو هما الجمعيات اللي كيستافدوا، امثال هاد الجمعيات اللي كيستافدوا. انا كنتمنى الراي الصحافه الان تمشي معايا بعيد في هاد الجمعيه ديال التوحد، اللي فيها واحد السيده كرئيسه الجمعيه وكمديره، كتستغل جوج ديال المناصب، مديره العينه حسيسن مديره في هذا، وهي رئيسه الجمعيه. ملي شفت الخبر طلبت منها الجمعيه العامه، قالت لي انت ما كتشاركش في الجمعيه العامه، انت انتخبتي وتمشي بحالك.
باش كي تقرا الثقافه ديال ديال العمل الجمعوي ماشي نقولش ما كتفهم والو في العمل الجمعوي وحسيت المربعه ديالي حاطينها تما لان كيهيئوا الظروف المناسبه للحمله الانتخابيه على المدى الطويل سابقه لاوانه فجمعيه ديال التوحد جمعيه ديال حسيتن هاد العب ضعيف واحد المجموعه ديال الاخوه ما حضروش تقصوا نتي تقصونا دابا ما عيطونا لا الجمع العام ما عيطونا الوالد ما بغيتش نطلع لكم انا عارف شنو غادي ندير انا عيب غير كان الوالد كان عندكم النموذج الحقيقي ديال هادشي اللي عملو تقصيت من اللجنه ديال التكافؤ الفرص شاف عيد طلع دخل حسيت نساف السميدي اللي قالوا الكارت عبد حيد علاش كنت البارح كتبت به مقال ودائما نكتب به لان مجلس بلدي مشوه كيحكي هو هي الدوله ما قلاش الواجب ديال في هذا المجال لان هذا المجلس البلدي عطي واحد الصوره جد 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 مقسمه على الحياه السياسيه هذا مجلس ديال البيع والشراء فيه ناس كيعملوا الكوميرس فهمتي عامل البانطاير ديال المجلس البلدي وجالسين كيعملوا الكوميرس في اسبانيا وفي المغرب وجالسين كيدارجوا كيتنتفوا وحنايا جالسين كنشوف فيه وزعلوا جهه بيناتهم فهمتي وزعلوا جهه بيناتهم وعطى الامورات الناس ديالو المطلوب باش ما نجيش نطول هاد الجلسه الطيبه خصها تخرج بالتوصيات خصها التوصيات تكون عمليه الان كاين واحد الوقت اللي خصنا نعرفوا ان الوقت تغير ما بقاوش يدخلونا في واحد مثلا خاص الخوف حنا ناس مسؤولين غادي نعملوا طرق ديال الاحتجاج ديالنا انا كنقترح الاخوان المنظمين يشكلوا اقتراح كنقترح احتجاج فردي لكل جمعيه يراس بها المسؤولين ديال الاقليم العامل ديال هذا ولما لا الرسول بها الناس المركزيين احتجاج فردي لكل جمعيه نشوفوا اساليب اخرى كنطلب من الناس اللي كيكتبوا في الاعلام فهمتي حنا ماشي صحفيين حنا ناس منورين كنعملوا في الاعلام ديال باش نعري الواقع الاخوان اللي كيعملوا في الاعلام يطلعوا مقالات من الان بحال مجموعه ديال المقالات تطلع في وسائل الاعلام اللي كتفضح هذا النوع ديال هذا هاد الوجيعة وكتبين الحقيقة ديال هذا المجلس البلدي أنا ما كنهضرش على حسيس كنهضر على المجلس البلدي ككل مجلس بما فيه الأغلبية والمعارضة مجلس ديال حشومة نقول واحد شي كلمة حسب الوجوه الطيبة راه هذا طبيعة حنا مسؤولين كثيرا ولكن جا الوقت الآن اللي غادي نفتحوا كل شيء الكاتب العام كيسكون قلت لهم انا الكاتب العام هي غير قبلتكم هنايا قبلت زلافور يعني خلف فتره غادي تجي تنوض بغات تناقش الملف معاكم كاينه نائبه ديال الرئيس كاين مثلا امين المال عندنا مكتب طويل عارف فيه واحد العديد ديال الاسماء اللي غادي يجي ينوب على الرئيس وغادي يقوم يعني بالواجب ديالو ومع ذلك طلبت انا جيت يعني كانت يلاه دازت يومين المناقشه ديالي وجيت من اللي سوق الخبر جيت قلت لهم يا ودي راه انا كنت مسافره عشني عشني قالوا لي لا صافي راه دازت المده ديال هذه ما يمكنش قلت لهم ممكن كتعرفوا استدراك ماشي غير لي انا بزاف ديال الجمعيات ما كانوش حاضرين مسافرين تعذر عليهم الامر ممكن توليو تعملوا معاهم واحد الجلسه يعني ماشي غيكونوا 20000 واحد جالسين يناقشوا معنا ممكن يجيو جوج من المجلس يناقشوا معنا الدوزي يعني ماشي شي حاجه قال لك المهم حنا غادي نشوفوا هما باقيين كيشوفوا الى يومنا هذا كل اللائحه ديال المهرجانات وغادي تشوفوا اخر مهرجان تعطات له 30000 درهم كيدار في نهار واحد كيفاش مهرجان كيدار في نهار واحد يعني تعطى له قل من مهرجان كيدار في 5 ايام فيه الاقامه كما قلت والتغذيه واستقبال الساده ديال الفرق من المغرب ومن العالم فرقه جايه من على برا والى اخره مهرجان دولي تعطى له 22000 درهم والان كاين ذلك الاخوان ماشي هنا تعطاتنا 22000 درهم واحد العضو من اعضاء اللجنه قال لنا كيخاصكم تعطيو 7000 درهم لواحد السيد الف كتاب تعطيو له 7000 درهم باش يخرج باش 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 يطبع الكتاب ديالو 22000 درهم زوين لنا 7000 درهم وكنخليو لك نتايا الزوين 15000 درهم باش دير بها المهرجان لا شنو كانوا نطلبوا من هالطلب هذا هذا تقال بشكل شخصي بشكل شخصي هذا الشيء تقال لواحد السيد حنا ما بغيناش نقول اسم ديال حتى شي واحد باش ما يتسماش يسبينا شي واحد في ظهره واحد السيد في اللجنه هضر مع واحد السيد الف في الكتاب
وقال له انا طبع حيت الدكسي اللي الكتاب طلب من المجلس يدعم له طبع الكتاب. قالوا له حنا ما عندناش خريجه قانونيه ديال طبع الكتاب، ولكن المبلغ ديال طبع الكتاب غنخرجوه لك في واحد المنحه، غادي نصرفوه لك في واحد المنحه. واخ جيتي صرفتي انت هذيك المبلغ ديال طبع الكتاب في اضعاف منحه ديال المهرجان، ما بالك عام مول 22000 درهم، ما بالكش مول 170000 درهم، وما بالكش مول 950000 درهم، بالك غير غير اخرهم مسكين هو اللي تقول له فلان نزل الإجابة. يعني معرفة واش هادي كتعرف فلان واش كدا، وفي التالي آخر كنكتشفوا بأن هاديك الجدول اللي هما عاملين باش يستافدوا الجمعيات، الجمعيات اللي هي تستحق وتاخد الدعم خدات واحد بحال رماو لها واحد فوتاتا باش ما تهضرش. يعني أنا كنهضر على الجمعية اللي خداو الجمعية اللي خداو المنحة، والجمعية اللي ما تستحقش أنها تاخد المنحة كنتفاجئ بانها واخده. وكنعرفهم شخصيا لانني دخلت في هذا العام العمل الجمعوي، واكتشفت بان شي ناس يعني عش طيق وزم مرو هذا وصافي عاد تاخذ الدعم. خدات ثلاثه، وحده خدات سعود، شنو كيعملوا هاد الناس هادو؟ وانا كنشتغل العام كامل وانا كنشتغل مع الناس، علاش؟ شنو السبب انا كنت وجهه من المنبر؟ علاش كنت تخسرني؟ علاش السبب انا كنت تخسرني انا؟ علاش؟ شكرا. فيها نزاع، درنا التعرض الاولي فهمتي ما باش، التعرض الثاني ما باش، ثالث كذلك درنا قبل ما نحط داكشي ديال الدعم. وهذا لا يعقل ان الجمعيه حنا درنا جمع، دخلنا واحد البند فيه ممكن ثلث الاعضاء يديروا جمع استثنائي، دخلنا منه ودرناه، ومع الاخر درنا حنا درنا واحد الخطا اننا حطينا في الفيسبوك الرئيس شكون هو. ناضيه مشات بالعلاقه ديالها اللي في المجلس البلدي اللي وقعت تما، لان فهمتي كيدعموها بزاف، مشاو ديك الساعه شبر الذاتيه ولا دار جمع استثنائي ثاني. هل يعقل كاين جمع استثنائي جوج؟ صيفطتنا الرسائل للاعضاء كتقولنا جمع خاص، هل يعقل كاين شي جمع خاص؟ حاجه اخرى ردا على اللي قال سي كارتي، نبغي نعرف كيف قلت يكون احتجاج فردي لكل جمعيه، واش كيف مثلا انا الجمعيه ديالي يعني ما قدمت لا دعم، واش من حقي انا نحتاج معكم ولا لا؟ حقي على الواقع لان شفت المجتمع المدني. وعلى ذلك انت وحده من الناشئين ديال الجمعيه اللي كتعرفي بالمناسبه. انا ما قدمتش الطلب ديال المنحه، عمري ما قدم الطلب ديال المنحه، ما حد هذا بالنسبه لي عمري ما، ولكن غادي نكون مسمار هنا. لا ساليت وسلام دونك كنحيي الروح ديال العمل الجمعوي اللي كيساعد الايتام، اللي كيساعد اصحاب الاعاقه، ساعد المرضى. انا دخلت مع الدكتور بالبصير في جمعيه الرعايه، ما عمري حضرت معاه شي نشاط اللي ضيق الوقت ديالي، لانه انا في العمل الثقافي اكثر ما انا في العمل الجمعوي. لكن انا اللي كنوجه الكلمه ديالي او النداء او الطلب بالاحرى كعلي شي عند غيره على هذه البلاد المسكينه، المفروض انه المسؤولين يديروا يدهم في السكينه في العمل الجمعوي، انه يكون واحد تلاحم بيننا وبينهم. حنا ماشي احزاب سياسيه، حنا عمل جمعوي، وكنطلب هادشي حتى من الجمعيات يكونوا دائما مع بعضهم. العمل الجمعوي خدمته انا في اوروبا 10 سنين، فلقيت الفرق شاسع ما بين تما وهنايا في العمل الجمعوي، لا من السلطات ولا من الافراد. كنادي العريش خصها يدي اللي هزوها، يوقفوا معاها، اللي يعالجوها مسكينه راه هي شويه مريضه، جريحه كتنزف قلبنا كيوجعنا عليها. وكنتمنى كنتمنى انه الوضع يتحسن، انه هاد الناس اللي تقصاو المجلس يدير اعاده النظر. ماشي عيب، هذا ماشي مثلا غادي يقلل من قيمتهم ولا غادي هذه، لا بالعكس، هما راهما وصلوا لذاك المناصب بكم، بينا بالاصوات اللي هما دابا كناديهم، بالوعودات اللي كانوا كيعطيوها النهار الاول وما وقفش فيها. فانا كنطلبهم منهم منبر كنداء استعطاف، ولا كنرغبهم انه يعيدوا النظر
ويراعيو هاد الناس هادو اللي هما واقفين على وبس هو يدجلو ما يدخلش في واحد الحاله ديال الاشكال اللي عندنا بالمناسبه نطمئن الجميع على ان احنا عملنا الترتيبات الامنيه ديالنا البارح مشينا عند الرئيس ديال الوقايه المدنيه انا والسيد الرئيس وعرضنا له النشاط اللي غادي نعملو وقلنا له راه عندنا مرضى خصنا لامبيونس تكون في الباب وهذه غادي نترافعوا عليها انا مستقبلا الارواح ديالكم بالنسبه لي راه شي حاجه ما تسهلش فيها فاحنا عملنا الترتيبات الامنيه ديالنا وعطاونا وعد لان عندهم اكراهات على الامبيونس خارجه كنطلب بدي اذا كانت شي حاله استعجاليه هاد التليفون نجي في الحال فيما يخص المساله ديال هما عندهم نقص هما ك الوقايه المدنيه نحن كهلال احمر اللي تابع للصليب الدولي العالمي عندنا نقص في التدخل في الحالات بحال هادشي هذا المعلومات اللي كيعطيونا كيقول لك اودي خلي المصاب يتشنج على خاطرو فهمتي ملي سالي هذاك دخل باش نعملو الوضعيه الوقائيه الجاي انا كنت ممكن نعمل الوضعيه لانهم خصهم يعرفوها بالمناسبه اجوا عن احنا راه الاشاره ممكن الهلال الاحمر غادي يفتح الباب بالخصوص هذه الجمعيات باش نعطيو تكوينات التدخل ديال الاسر وخصوصا ديال الاسر واهل ما خادعه تكون عنده تقنيات ومهارات ديال التدخل باش نقدروا الحياه اللي ممكن يسرق لسانو ممكن السوائل ديال اللي هذاك الدوز هذاك ويتخلع فالجمعيه راه هي راه الاشاره لكم باش تدخلوا في التكوينات الميدانيه شكرا.